نسخة الكلاسيك من شنجان سي اس 95 2024. بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تجهيزاتها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الغاليين. تغطيتنا اليوم من صالة غازي جميل موزع لوكيل سيارات شنجان بالمملكة. نستعرض مع بعض شنجان سي اس 95 2024 بعد التحديثات اللي حصلت عليها، حصلت على فيس ليفت. طبعا ال 95 تعتبر هي اكبر سيارة SUV بصفوف سيارات شنجان، ونزلت منها عدة فئات. عندنا فئة الكلاسيك، وعندنا فئة التيتانيوم، وبالاخير فئة الرويال. طبعا تختلف حسب الفئات والمواصفات والاسعار، لكن فئة التيتانيوم تتميز عن فئة الكلاسيك بانها تنزل بنظام دفع رباعي بشكل عام. فبنتكلم عن تجهيزاتها ومواصفاتها بشكل سريع. قبل ما نبدا هذا التغطية، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالايام الجاية، واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر انستغرام والفيسبوك، كل الروابط بخانة الوصف، وفي اول رابط تلقون تجهيزات وتفاصيل السيارة بشكل كامل. نجي للتصميم الامامي كسيارة. طبعا SUV متعددة باستخدامات عائلية بمستوى سلامة جدا عالي، ومواصفات وتجهيزات جدا كثيرة، أكيد تتوقع عليها مواصفات حلوة. أما السعر فبنتكلم عن 112,183 ريال، واللي حاب يتأكد هذا السعر بالتحديد. نجي للتجهيزات. أول حاجة نلاحظها طبعا عليها كاميرات 540 درجة، يعني من أسفل السيارة حتى كاميرا موجودة، كاميرات محيطية، ما نقول 360 درجة حول السيارة، لا حتى من الأسفل. شبكة أمامي باللون الأسود، وعليه تطعيمات كروم، بالإضافة لكاميرا أمامية من أصل عدة كاميرات محيطية، نأخذ منها 540 نيوتن مرتبط بناقل حركة، مرتبط الكاميرات مرتبطة بناقل حركة، ما علينا. الإضاءات طبعا كلها جاية LED مع خاصية الليد النهاري اللي جاية بهذه الزاوية، معروفة عنها سيارة شنجان 95، بمجرد ما تشوفها في الشوارع تعرف انها 95. اضاءتها مميزة، الشبكة الامامي كمان جميل ومميز. مقاس الجنط تتكلم عن 20 انش، الجنط ميشلن طبعا 20x50x225. هنا مثل ما نلاحظ زوايد او ديكورات طبعا توحي لك كتصميم رياضي للسيارة أكثر، مع تطعيمات كروم موجودة أكيد بهذه الزاوية وهذه الزاوية. عندنا مرايات مدمجة بالنوافذ تعطيك رؤية أفضل، بالإضافة لكاميرا جانبية وإشارات بالمرايات. عندنا فيها دخول ذكي أسفل النوافذ، شريط من الكروم مثل ما نلاحظ. هنا جناح خلفي وزعنفة موجودة بالخلف، بالإضافة للهول أربع فتحات للعادم، وحساسات خلفيه وكاميرا خلفيه مثل ما ذكرنا. وعندنا هنا المساحات والجناح والعوارض اللي بالسقف. طبعا للمعلوميه السياره جايه بسقف بانوراما مثل ما نلاحظ، سقف بانوراما. وهذه هي كل التجهيزات اللي موجوده عليها كانظمه سلامه، طبعا متنوعه فيها كثيره. عندنا شريط جانبي اسفل الابواب، بالاضافه لي اللي هو اسفل السياره طبعا إطار بشكل كامل من البلاستيك، حماية للسيارة بشكل كامل للجزء السفلي. ندخل الحين ونتكلم عن تجهيزات المحرك أو أرقام المحرك والقلب النابض في 95. بمجرد ما نفتح غطاء المحرك في شنجان سي اس 95 راح نلاحظ القلب النابض، محرك سعة 2000 سي سي، 4 أسطوانات، مدعم بتيربو 2000 سي سي طبعا 2.0 لتر، الأحصنة 233 حصان، وناخذ من 390 نيوتن مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك. ما شاء الله أرقام جدا عالية على محرك 4 أسطوانات. سعة خزان القوة تقريبا نتكلم فيه حول 65 لتر كرقم تقريبي أو أكثر كمان. استهلاكها بالبنزين، كل لتر بنزين تمشينا بالسيارة 13.4 كيلو، تقييم ممتاز. بنزين 91 دفع أمامي 2024 2000 سي سي، إمكانياتها جدا عالية. واللي حاب يتأكد راح نصور لكم الحين أرقام المحرك فيها بشكل سريع، وهنا بعد السيارة اللي حاب يصور الشاشة وتفاصيلها وكل التجهيزات اللي عليها. محرك GDI حقن مباشر. نجي الحين نتكلم عن التجهيزات الداخلية بشكل سريع. ويا الله يا التصميم الداخلي، ما شاء الله جمالية. المقاعد فيها إرباقات
تكايا بالوسط، نثبت لمطه الاطفال، احزمه الامام، فتحات تكييف بالخلف، تحكم بالتكييف بالخلف، مساحه تخزين بالاسفل، بيانو بلاك بشكل كامل، مقابض داخليه كروم، تطريز باللون الابيض، هذا الجزء جلد وهذا الجزء جلد، ومساحه تخزين. تفاصيل كثيره يا ناس، اتعب اقول تجهيزات عاليه. بمجرد ما تمسك المرتبة تنطوي معك بشكل كامل وتدخل فيها بكل أريحية، وعندك هنا حاملة أكواب، مساحة تخزين، إنارة، كل شيء موجود ما شاء الله. إرباقاتها هنا وهنا إنارة. فالسيارة ما شاء الله على كثر المواصفات اللي عليها والتجهيزات اللي عليها. نجي لهنا، الشنطة الخلفية تنفتح تقفل الكهربائية، أكيد منفذ 12 فولت هنا. عندنا هنا مساحة تخزين، وهذه هي بشكل كامل. طبعا بإمكانك تطول مراتب فيها بهذه الطريقة إذا حبيت تقدم أو ترجع عشان تكسب مساحة أكثر. تقريبا كذا حول 200 لتر، وإذا طوينا هذه نأخذ تقريبا حول 500 لتر، وإذا مساحة السيارة كلها تقريبا نتكلم في 1500 وأكثر لتر، فمساحة تعتبر جدا جميلة. نقفلها بهذه الطريقة. هنا مقابض، وهذه السيارة ما شاء الله على التصميم واللون الداخلي. مساحة التخزين اللي موجودة هنا مثل ما نلاحظ هنا، طبعا الارباقات موجودة كمان. وهذه هي بشكل كامل، ارباقات موجودة هنا. طبعا هنا مثل ما نلاحظ الكروم بشكل كامل، توجيه المكيف، مساحة التخزين اللي موجودة بالاسفل، هذه السماعات، تطريز مثل ما ذكرنا، المراتب طبعا او المرايات الجانبية فيها تسخين بالمراتب بالمرايات. والحين نجي لناحية السائق ونبدأ بهذه الناحية. هنا بيانو بلاك، التحكم بالمرايات الجانبية، النوافذ كلها كهربائية، التحكم بالمرتبة الكهربائية أكيد. هنا فتح الشنطة الخلفية والضغط التانكي، عداد ديجيتال طبعا هنا ما شاء الله. خلونا أول شيء نشوف عجلة القيادة كيف، تلسكوبية أو عادية؟ طبعا طلعت عادية، ما هي تلسكوبية تقريبا. هنا عندنا المفترض يكون في شاحن لاسلكي، لكن ماني شايف شاحن لاسلكي. المفترض بهذه الزاوية فيها شاحن لاسلكي، لكن للأسف ماني شايف. وضعيات القيادة هنا، بريك الكتروني، الجير طبعا اوتوماتيك، حاملة اكواب، منفذ 12 فولت ويو اس بي. هنا التحكم بالتكييف، هذه الشاشة تقريبا حول 14 انش، تشغيل السيارة بالبصمة، هذه شاشة ديجيتال، الدركسون مكسو بالجلد، حفاظ على المسار، مثبت السرعة. عندنا هنا أوامر صوتية، الرد على المكالمات، تغيير الميديا، بينو بلاك، كروم بشكل كامل. ما شاء الله السيارة مليئة بالتجهيزات. هنا عندنا بتلي النظارة، الإنارة LED، شماسات فيها مرايات وفيها إنارة بس هيلوجين، وهنا إنارة LED للراكب والسائق كلها فيها إنارات. وهذه السيارة قبل كم يوم صورنا فيها الرويال، تكلمنا عن التجهيزات والمواصفات اللي موجودة عليها. وش تختلف فيها الرويال؟ تختلف كنوع، انه فيها ذاكرة مراتب، تختلف برضو عندك اللي هو المساج، يختلف عندك الشنطة الخلفية ذكية، عندك انارات داخلية، عندك شاحن لاسلكي، وضعيات الدبل، عندك تفاصيل كثيرة، تجهيزات كثيرة ومتنوعة. فهذا بالمختصر الشديد حبيت اوضح ايش الاختلافات ما بين الفئات بشكل كامل. في النهاية أتمنى التغطية نالت إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبون أن نستعرضها لكم بالأيام الجاية. صوت البوري طرب، في أمان الله.